شوف هيقولوا لنا ايه النهارده. اتفضل يا شادي، اتفضل. مساء الفل يا كابتن شاد، بمسي على حضرتك ومسي على كل جمهور النادي الاهلي. كنت عاوز اقول لك رساله بس يا كابتن شاد، ان سيبك من الكلام الكتير ده وكل جمهور الاهلي ورا حضرتك، وكنت عاوز اطلب منك طلب بس، انك تستضيف الكابتن عماد متعب ان شاء الله في حلقه قادمه. وشكرا يا كابتن ان حضرتك. كلام محترم جدا، كلام محترم، وان شاء الله بنحاول يكون معانا نجوم النادي الاهلي. كان معانا من الحلقه قبل اللي فاتت، كان معانا صالح جمعه وفتح قلب جماهير النادي الاهلي واتكلم في كل حاجه في الحلقه. هو يقصد حاجه، انت ما سمعتش اكيد. لا سمعت بس. هو بص، هو متعب قيمه جميله جدا، متعب جوه النادي الاهلي، متعب ابن النادي الاهلي، ما حدش هيبقى فيها اي مشكله في اي حاجه. في الايام الجايه ان شاء الله له فرصته موجوده وما زال الامور ان شاء الله. اللي بعد كده اتفضل يا شادي. انا عبد الله من اسكندريه، بمسي على الكابتن شادي محمد وعلى الكاتب الصحفي كمال عامر، وعايز اسال سؤال، هو ايه اسباب تاخر قانون الرياضه لغايه دلوقتي؟ الاسباب لان في اختلاف وجهات النظر. الحكومه المهندس خالد قدم قانون بوجهات نظر، في لجنه الشباب والرياضه في البرلمان بتقول حاجات مختلفه. اعتقد الامور دي لازم تتحسن في الايام اللي جايه، لازم. والنهارده ان شاء الله اعتقد في خطوات جامده جدا لعوده الامور لنصابها ان شاء الله. تمام، نروح للسؤال اللي بعد كده، اتفضل. الحقيقه الكابتن شادي من الجاليه المصريه في الكويت، وبنحب ان نشيد بكرات النادي الاهلي، و بنتمنى دايما كده من تقدم لتقدم باذن الله. خليني اقول لاصدقائنا والجاليه الاهلاويه في الكويت وفي السعوديه وفي الامارات وفي فلسطين، بنحبكم جدا وبنحترمكم، ودايما بنستنى اي حد يبعت لنا عشان نقولوا ارائكم، وده دورنا اللي احنا نعرض كل الاراء الاهلاويه. في حته بس كده، في كتاب الاهلي الالكترونيه، مجموعه محبه النادي الاهلي بتشتبك مع اي حد يروح شمال او يمين، فعلا لها مكانتها. انا بخص بالتحيه والتقدير ابو كريم منزلاوي، قائد كتيبه النادي الاهلي في السعوديه، ده بيقودها من السعوديه. محمد نمري في الصعيد، كريم مانشستر في الاردن، احمد سعيد في المنصوره، مجموعه الاهلي هو عشقها. فانا بحييهم، لان انا بستفاد حتى ما بييجوا يعلقوا وبيكتبوا. انا اعتقد انا عايز اقول لك حاجه، كنت من الناس اللي انا بسمعها في النقد وشديد شويه، كريم مانشستر لا، وابو كريم منزلاوي. ابو كريم منزلاوي ده في مشكله، ده هو ايه، في حاجات ثوابت عنده ايا كان شمال او يمين، ما بنيجي نختلف انا وهو بيبقى عصبي لدرجه عايز اشيله من معايا بتاع، لكن انا ما اقدرش لان هو قاعد ايه في السعوديه، وراجل محترم جدا وولاده اهلاويه، تشوف صور ولاده وهو موجود. تمام، واحد بيحب النادي لازم نقدر العطاء ده. السؤال اللي بعد كده اتفضل. الخير كابتن شادي، مساء الخير كل مشاهدي برنامج كره والجماهير، معاكم ايمن منصور من اسكندريه. سؤالي لحضرتك كابتن شادي مكون من شقين، الشق الاول ايه سبب تاخر قانون الرياضه، والسؤال الثاني او الشق الثاني، لحد امتى مصر او الحكومه عندنا هتفضل متكاسله على تامين المباريات؟ ما اقدرش اقول ان الحكومه غير قادره على تامين المباريات، لان حكومتنا اقوى بكثير واحنا تعتبر من اقوى الحكومات في المنطقه. ليه احنا لحد دلوقتي مفيش جمهور، ولحد امتى هنعالج الموضوع ده بالمسكنات؟ اتكلمنا عن قانون الرياضه، هنتكلم عن النقطه الثانيه اللي هي ليه الجماهير ما رجعتش لغايه دلوقتي رغم الوعود الكتير جدا. انا شايفه قال كلام محترم جدا، حكومتنا قويه جدا تستطيع ان هي مش تامن، ده مامنه بلد بملايين، مامنه ملايين الناس، 100 مليون واحد من هنا وهناك، مامنه دول عربيه حتى بضبط ايقاع مقاومه الارهاب. اعتقد ان الحكومه المصريه، الشرطه تحديدا، تستطيع وقادره، لكن هي عمليه في جفوات ما بين الرغبه هل دلوقتي ولا لا. الا بتمنى من المهندس خالد عبد العزيز يدخل كمشارك وكمدافع عن حقوق عوده المباريات، عوده الجماهير المباريات، ما يتعاملش بالسياسه. والله العظيم، والله العظيم، جماهير الكره المصريه، جماهير روابط الانديه اللي موجوده في كل الانديه، هي افضل ما افضل عناصر كره القدم. ساعدوهم واحموهم وساندوهم. السؤال الاخير اتفضل يا شادي. حضرتك كابتن شادي وتحياتي لكمال بيه. بالنسبه للاعلام الرياضي، هل هو اعلام موجه ولا كل واحد بيطلع يقول اللي هو نفسه فيه؟ شكرا لحضرتك. هو بالطبع في موجه، في شريحه وهي موجهه، يعني هو مدافع عن المصالح الخاصه دون النظر اللي هي عمليه العداله. انا ما انا ما نتكلم، انا عايز بلدي تبقى كويس، عايز الانديه كلها تبقى كويسه. انا بقول لك ان انت لو اهلاوي ما تلحقش تضرب الزمالك، انت لو زملكاوي ما تلحقش تضرب الاهلي، خلينا نبقى في خطوط متوازيه. الاهلاوي يحب الاهلاوي، لكن اخطر ما في الموضوع هي المصالح الخاصه عندما تتقدم او عندما يتلون الالم بالمصلحه الخاصه. فده المشكله، والنادي الاهلي بدا في الفتره اللي فاتت يعاني من هذا الموضوع نتيجه خلل ما في حته في العمليه الاعلاميه داخل النادي الاهلي. هي الموضوع انت بتدافع عن النادي الاهلي ولا لا، مش حكايه تدافع على، لا، اشرح للناس قيم الجمال الموجوده في النادي الاهلي. يبقى في اخطاء لازم نقولها، واتكلم وادخل حاجات كويسه، وادخل ما هو ده الصح. وحتى لو في مشكله
اتعامل معاه بصراحه وبشجاعه. انت قوي. انا بس في جمله فضل. سريعه خليني اقول لحضرتك بصراحه عشان البعض اللي انت عارف الناس كلها زي ما انت تقول في فوضى. اتفضل. فلو سبت دماغك للفوضى هتتعب. تمام. يعني على سبيل المثال ملف بتاع قطاع الناشئين اللي عرضناه وفي لعيبه اتصابت النهارده الناس بتتحرك والراجل اللي كان مسؤول عن الملاعب مشوه. تمام. بصراحه ما هو ده الصح ومين اللي عمل كده. لكن لما بتحب تشوف اللي فيه صح بتشوف، لما بتحب تنتقد للانتقاد بتلاقي الكلام ده كله. فاحنا مش عم خليني عشان وقت البرنامج. اتفضل اتفضل. انت طبعا بقيت مذاكر معاه والكاميرا بتاعت حضرتك اهي. وجه كلمه اخيره هتقول ايه؟ بص لجماهير النادي الاهلي انا ما انتم في عينين كل الناس المحبين النادي الاهلي انتم جزء كبير من العمليه الجماليه اللي النادي الاهلي بيصنعها سواء فرحه او ابتسامه لمصر كلها. خليكوا ساندوا وشاركوا. خليك لو في مشكله ما بين كذا وبتاع لو في حاجه لانك انت في وقت الخطر بتقدر لازم تساند. وقت 73 كلنا بنتعلم ما كانش في واحد ضد الموضوع وكلنا بنشارك. الاهلي في حاجه لو اعاده صياغه. الاهلي ينطلق بقواعد ثابته بتبدا بالجماهير وجماهيره هي الوقايه والحمايه. اثنين اداره النادي الاهلي على بركه الله استمروا هتحققوا من اللي ما تحققش. واذا كان هناك رايه مرفوعه انتوا استلمتوها اعتقد هترفعوها فوق وفوق وفوق وهتضربوا المثل ان الاهواء الشخصيه بتتراجع امام الحلم الكبير اللي هو النادي الاهلي. استاذ كمال عامر مهندس خالد عبد العزيز خلي بالك حبيبي وصاحبي انا عارف جهودك وعارف الله يكون في عونك واللي انت بتعمله لاني قريب من الموضوع لكن عشان خاطري الرياضه المصريه في حاجه برضو لجهودك. حاول تشوف القانون مع المجموعه اللي عندك حاول توجد صيغه لضبط الايقاع وعوده الايد القويه اللي هي بتنظم والناس بتحترمها في الايام اللي جايه. استاذ كمال عامر شرفتني ونورتني ودايما ببقى سعيد بالحوار مع حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا. اشكرك. بذكر حضراتكم وبذكر نفسي بالمسابقه اللي كنا عاملينها على صفحه شادي محمد. دايما بنحاول نوزع ويبقى الجماهير معانا من خلال الحلقه سواء السوشيال ميديا على قناه النادي الاهلي على الفيسبوك. جماهير محترمه وبعتذر عرضنا مجموعه من الفيديوهات عندنا فيديوهات كتير جدا 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 ان شاء الله الحلقات اللي جايه هتبقوا بتشاركوا معانا بشكل قوي جدا. كمان مسابقتنا 3 تيشيرتات النادي الاهلي على صفحه شادي محمد بالعربي على الفيسبوك موجوده. هنسحب النهارده بشكل عشوائي وهالاكونتات اللي هتفوز بالتيشيرتات هنعرضها على الصفحه.